على قد ما الواحد يقدر. فحتى لو الواحد ماشي يا من أيها بس أنا كل يوم وانت فاهم بشوف قد ايه بحاول امشي 10,000 خطوة كل يوم. إن ما قدرتش بمشيها في المستشفى في المطار لما اوصل الوكاندا افضل امشي حول الهروب literally لان ده مهم جدا. المدة دي حتى الستادي الابحاث اللي اتعملت فقالوا ان 10 دقائق اكثر من 15 دقيقه احسن من 10 دقائق. انما everything counts كل حاجه. وهل ما هي السرعه؟ that was your question. The faster the better but within the capacity. يعني مش الواحد يبتدي ده كونتر بروداكتيف ده معناها الراجل مش مبسوط. انما ما دام الواحد مبسوط بوش انتل اي دونت لايك ات. فعلى قد ما الواحد يقدر في كل سن الرياضه 100% مش كده بس. الناس اللي على السن يحصل له هبوط في القلب من غير ما الانجليزي بقى the language of science. عشان كده لازم كل اللي عايز يعمل ما هياش عيب وما هياش تعصب ولا اي حاجة. هي بس انك انت لو انت عايز واحدة منكم او واحد منكم عايز يوصل للقمة لازم يتكلم انجليزي كويس. لان لازم يقرأ science, nature and self. Lancet. وإيه مصيبة لما رحت أسوان أول مرة بقول للشباب اللي جنبنا في المستشفى اللي جنبنا اتفضلوا عندنا عشان نشتغل مع بعض. قالوا بس احنا ما بنتكلمش انجليزي. قلت لهم طب وقريت مجلة امتى او كلينيكال ترايل امتى؟ قالوا 25 سنة. قالوا طب بتدوا ايه الأدوية اللي بتدوها؟ من ساعة ما طلعنا من الكلية رحنا لما بصينا كل الأدوية غلط. لأن you have to look at guidelines والحاجات الجديدة. ما هوش تعصب إن حد بيتكلم بالإنجليزي.